ينضم إلينا من باريس الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية ناصر زهير، أهلا وسهلا بك. يعني من الملفت بأن ترامب والولايات المتحدة خلال عهده خسرت العديد من الحلفاء، وخصوصا بما يخص الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إلى أي مدى سيستطيع بايدن بالفعل إعادة يعني هذا الزخم إلى هذه العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ نعم، تحياتي لكم ولفريق العمل والمشاهدين. بايدن قد يستطيع إعادة الزخم إلى العلاقات الأوروبية الأمريكية بشكل وقتي، أي بمعنى إعادة التحالفات في بعض الملفات الدولية، سواء كان في الشرق المتوسط، ليبيا، دعينا نقول شمال سوريا، بعض الملفات الدولية. ولكن بايدن يريد أن يعود التحالف استراتيجي، أي كما كان قبل مرحلة ترامب. الأوروبيين لا يرغبون بذلك، الأوروبيين يرغبون بعلاقة مبنية على مصالح جديدة. شارل ميشيل طرح ميثاق جديد للتعاون بين أوروبا وبين الولايات المتحدة، يكون من خمس نقاط، من أهمها مكافحة كورونا، تعزيز التعاون الاقتصادي، مواجهة الإرهاب، آليات أخرى كثيرة بين الجانبين. ولكن أن تعود العلاقة إلى التبعية الأوروبية للولايات المتحدة بشكل مبسط، هذا مستبعد في الوقت الحالي، لأن الأوروبيين أصبح لديهم قناعة بأن التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد تم ضربه من إدارة ترامب. وجيد بالنسبة للأوروبيين أنه حدث ذلك في فترة البريكزيت وفترة خروج بريطانيا وإعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل خارطة التحالفات الدولية. لا يمكن أن يقود بايدن العلاقة إلى العودة إلى طبيعتها بين الأوروبيين والولايات المتحدة، لأن هذا أصبح من الماضي بالنسبة على الأقل لقادة برلين وباريس الذين يقودون الآن الاتحاد الأوروبي. ربما نرى شكل جديد للتعاون بين الجانبين، سيبدأ بالتعاون والإيجابية، سينتهي أو دعينا نقول سيمر بكثير من المطبات، ولهذه المطبات العلاقة مع روسيا، مشاريع الطاقة، آليات السياسة الاقتصادية بالنسبة لأوروبا، التخلي والاستقلالية في القرار عن الولايات المتحدة، لأنه بعد انتخاب بايدن مباشرة خرج ماكرون وميركل وقالوا بأن أوروبا يجب أن تتمتع بسياسات مستقلة دفاعيا وسياسيا واقتصاديا عن الولايات المتحدة حتى بوجود بايدن والديمقراطيين، أي أن فرضية إيجابية بايدن غير مطروحة. إذن سيد ناصر، يعني هذا الشرخ يبدو قديم، يعني هو من قبل ترامب ولم يحدثه فقط ترامب، ربما هو أظهر فقط. بالتأكيد الخلافات بين الأوروبيين والأمريكيين كانت قديمة، ولكن كانت دائما يسيطر عليها نوعا ما، لم تكن تخرج إلى العلن. وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي الحليفة القوية للولايات المتحدة أيضا كان له عامل إيجابي، وكانت دائما يعني أوروبا دائما نقول كانت ضعيفة نوعا ما، كانت مشتتة في القرار، لم يكن لديها هذا الاتجاه للعب دور أوروبي أو دعينا نقول دور دولي كبير. يعني حيثما تكون الولايات المتحدة يكون الأوروبيين، حيثما تغادر الولايات المتحدة يغادر معها الأوروبيين. بالتالي الآن أصبح الأمر مختلف، لأن بالنسبة للأوروبيين الولايات المتحدة كانت دائما تسعى إلى مصالحها في فترة ترامب وباعت حلفائها في كثير من الملفات الدولية، بالتالي ما هو الداعي لهذا التحالف الاستراتيجي؟ أيضا منظومة حلف الناتو وحلف شمال الأطلسي التي كانت تجمع الأوروبيين والأمريكيين أصبحت غير فاعلة الآن، على الأقل من وجهة نظر الأوروبيين الذين يرون بأن حلف الناتو هو ميت دماغيا أو ميت كلينيكيا كما يقول الرئيس الفرنسي، وأصبح هناك قناعة لدى الدول الأوروبية وكثير من الدول الأوروبية بهذا الاتجاه. بالتالي ضرورات التحالف الاستراتيجي الأمريكي الأوروبي أصبحت الآن غير موجودة. الآن أوروبا تريد أن تبني نفسها من جديد، هناك صعوبة كبيرة أوروبا. نعم، وخصوصا بعد خروج بريطانيا أيضا من البريكزيت. طيب سيد ناصر، بما يخص الملف الإيراني، يعني الرؤية الأوروبية كانت مختلفة عن رؤية الولايات المتحدة في أيام ترامب بما يخص الملف الإيراني. اليوم بعد تسلم بايدن للسلطة، هل تعتقد بأنه سيولي بايدن الملف الإيراني الأولوية، أم ربما الصين وروسيا هي على قائمة الأولويات اليوم؟ يعني بحسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس، تبدو الصين هي الأولوية للولايات المتحدة واستكمال المواجهة مع الصين. بايدن سيحاول تحقيق نصر سريع عبر الاتفاق النووي الإيراني، ولكن الاتفاق النووي الإيراني له مطبات كثيرة، لا يتعلق الأمر باتفاق أو العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات بمقابل التزام إيران، بل يتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية، ويتعلق أيضا بسياسات إيران في المنطقة، ويتعلق بما قاله وزير الخارجية الفرنسي لودريان بأن إيران
تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. هذه هي المرة الأولى التي تتحدث بها الدبلوماسية الفرنسية بهذه اللهجة، أي أن الأوروبيين والدول الغربية أصبح لديهم قناعة تامة بأن برنامج إيران ليس للاستخدام السلمي، أو البرنامج النووي ليس سلمي، بالتالي يجب فرض مزيد من القيود في أي اتفاق جديد على إيران حتى لا تتمكن للوصول إلى قدرات نووية. أيضا الحديث عن البرنامج الصاروخي وضمه إلى الاتفاق الجديد، وأيضا سياسات إيران في المنطقة. غير ذلك إيران تريد أن يكون الأمر سهل، رفع للعقوبات، عودة للالتزامات بالاتفاق النووي القديم، ولكن هذا غير مطروح بالنسبة للأوروبيين. ويبدو أن أيضا إدارة بايدن بحسب تصريحات أيضا وزير الخارجية الذي عينه بايدن هي تتناغم مع الأوروبيين في هذا الأمر. ولكن يعني المعروف عن بايدن أو الديمقراطيين يسعون دائما إلى عقد الصفقات، ما تسمى دبلوماسيا الصفقات القذرة، يعني بمعنى أنه يسعى إلى عقد اتفاق نووي مع إيران على حساب حلفائه، سواء كان الدول العربية في دول الخليج أو حتى الأوروبيين الذين بدأوا يخشون فعليا من موضوع برنامج إيران للصواريخ البالستية. يعني هنا ستكمن نقاط الخلاف، هل سيكون متناغم مع الأوروبيين؟ وزير الخارجية قال بأن الدول الأوروبية والدول الخليج ستكون مشتركة في المفاوضات الجديدة، سنرى ذلك في الأيام القادمة. ولكن لا أعلم ما إذا كان يعني الرئيس بايدن، ونحن نعلم بأنه مثقل بملفات داخلية ربما تختلف عن أي رؤساء من قبله، هناك انقسام حاد كما شاهدنا في الداخل الأمريكي، وبالتالي إلى أي مدى قد يؤثر هذا الخلاف العميق والمتجذر بين الديمقراطيين والجمهوريين وانعكاساته على الملفات الخارجية سيد ناصر؟ كان يمكن أن يؤثر لو أن الجمهوريين مثلا سيطروا على الكونغرس أو سيطروا على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولكن الآن تبدو دعينا نقول يبدو الديمقراطيين مرتاحين في فترة الحكم نظرا لسيطرتهم على مجلس النواب، أيضا مجلس الشيوخ نوعا ما بالإضافة إلى نائب الرئيس هم أيضا في شكل أو بآخر يبدو مسيطرين عليه، أو لن يستطيع مجلس الشيوخ أو الجمهوريين فرض إعاقة على سياسات بايدن. الآن الجمهوريين أيضا سيكونوا منشغلين بترميم الحزب الجمهوري وترميم الضرر الذي أحدثه ترامب، لأن ترامب يبدو بأنه بحسب بعض المستشارين يتهيأ لإنشاء حزب جديد في الولايات المتحدة. إذا ما أنشأ هذا الحزب وسحب كثير من الناخبين من الحزب الجمهوري، هنا ستكون معضلة بالنسبة للجمهوريين، سيكونون مشغولين بها في الفترة القادمة، بالتالي سيتركون بايدن يتصرف بحسب رؤيته في الملفات الخارجية. من يمكن أن يفرمل بايدن هي الخارجية والبنتاغون، لأن كل جهود الخارجية والخزانة الأمريكية والبنتاغون سواء ما يتعلق بالعقوبات على إيران أو العقوبات الاقتصادية أو دعنا نقول الحرب الاقتصادية على الصين ستكون مفرملة لقرارات بايدن. ولكن هل هو الرجل الذي يستمع إلى النصائح، وهل هو الرجل القوي؟ يعني هنا توجد علامات استفهام. الجميع منتشي الآن بوجود بايدن، ليس حبا ببايدن بل كرها بترامب سواء كان داخليا أو خارجيا. النقطة الآن سنرى بعد تولي بايدن كيف سيتعامل مع الملفات الدولية، وهل سنعود إلى فترة أوباما الثالثة أم فعليا سيكون هناك استقلالية لبايدن. طبعا لا نستطيع أن ننكر أيضا بأنه كان الصديق المقرب جدا إلى أوباما، وهذا ربما أيضا يعني قد يدعنا نفهم أو الصورة بشكل أوضح. شكرا لك من باريس الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية ناصر زهير.